السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، إنما كنتم مرحبا بكم في قناة أنا جيت، وأنا عاوتاني جيت وديما كنجي وكنجيب لكم معايا الجديد. تبعتوا معنا الأشغال ديال الطريق الجديد إن شاء الله الرحمن الرحيم منذ اليوم الأول. مرحبا مرحبا ومرحبا بك. كيدير حميد؟ صحة لاباس؟ فين وصلت؟ ساليتو ليه؟ ساليتو جيالي من ليه؟ مغيسة تات ما يدخلوش لكم الكاميو حيت الغيس. صح ما بقاش بزاف. وهاد الجيه اللي من هنايا الله يحفظك ليا ود السي حميد، الله يعطيك الصحة. بارك الله عليك. حميد كيتعتبر اخواني اخواتي جوكر من الجوكرية، كيصوغ واحد المجموعة ديال الآلات والمعدات. تبارك الله عليه، شاب من الشباب المغاربة. شفتوهم معانا في أرزانة وشفتوهم معانا واحد المجموعة ديال الأشغال، وهو اللي أول واحد بدا لينا من هاد البلاصة اللي من هنايا. هنا الفيديوهات راه كاينين في القناة وحنا غاديين معكم حاجة بحاجة. اليوم إخواني أخواتي دائما ملي كيكون الموسم ديال الأمطار الكاميوات ما كيدخلوش للشوان، تيغرقوا اليوم، تيكون عندهم البورباج كيتوحلوا في الغيس. اليوم دخلنا عندنا ليكيب ديال لي توبوغراف اخواني اخواتي كيلوفيو لينا. مرحبا غتلوفيو اليوم؟ غتلوفيو البروفيل ديالو؟ الله يعطيكم الصحة. مرحبا شاب من الشباب المغاربة تبارك الله ما شاء الله، هما كلهم مغاربة. كاين عندنا تبارك الله ما شاء الله، وكاين عندنا الطاقم التقني والمهندسين والمهندسات كلهم حاضرين معنا. غنمشي بكم من هنايا شي دابا، غنمشي بشي حيدة هانتوما حيت النوتيلا مشيت هنايا وغادي حدا. إلا ما حطيتيش راسك في الخلقة تكون عارف كيفاش تمشى. إلا غتبان لك البلاصة بحال هكدايا مثلا مريقلة وتقدر تحط عليها رجلك وتهود، كاين بعض الخرا تهود لك نص متر وكيتهود لك 20 سنتيم. أنت هي والزهر ديالك، إذا عندنا لي توبوغراف تبارك الله ما شاء الله كيتراسيو تيريقلو الأمور ديالهم بالأجهزة ديالهم والمعدات ديالهم العلامات ديالهم ديال الان جي او. تبارك الله على العرب انيتون فيديو كلشي عندك سير الله يستر امركم. ما شاء الله زالي يتصور هذا ما شاء الله. سير الله يستر امرك. سد الباب سد. اذا هادي شو ال 1260 جي شو فولفو شو شي واحد يعطينا شي معلومات عليها. انا شفت لكم شو انا خوتي تبوربيت جيبوا لي البوكلين تخرجني افيك الضرب هنا في الغيس كتهود بشاخ سيرنا ما سيدي. اذن هما خدامين هنايا كيضربوا لينا ها هو كيسرح تبارك الله ما شاء الله. وليدات الان جي او شفتوهم معنا في واحد المجموعه ديال الاشغال من الديبار حتى الاخر. مرحبا شي بخير صح لاباس شي بخير تيحيى لاباس عليك شي بخير الله يحفظك ليا يحيى تبارك الله ما شاء الله من ال بي دي زي تبارك الله على يحيى. قول لي هذيك البلاصه اللي فيها الزيد اسال ولا باقي؟ مازال غتخرج طرون خير حتى اللوكور باقي شي 2 متر القنطره راه خليت ريضال وخليت ال بي خليت ريضال وخليت اتصالات المغرب جايبين ديفياسيون والمكتب الوطني اونيل سيف
المكتب الوطني للسكك الحديدية جايب واحد لا ديفياسيون باش هادي غادي يهرسوها من هنا ومن هنا ياك، وهاد لا ديفياسيون اللي غيهرسوها من هنا ومن هنا غادي يصوبوا لنا قنطرة اللي غتدخلنا ثلاثة ديال الطوموبيلات وتخرج لنا ديال الطوموبيلات. إذا غادي تتابعوا معنا قنطرة واحد، غتكون عندنا قنطرة أخرى اللي هي من جهة شالة، بنت لكم شالة هي شالة غتخرج لنا الباب زعير تما كاينة، غتكون عندنا قنطرة هنايا في الواد، وغتكون عندنا إن شاء الله الرحمن الرحيم من الجهة الأخرى من الطريق أخرى بحال هادي غنقول لكم شكون غياخدها، وهادي إن شاء الله الرحمن الرحيم في الوقت اللي جا الوقت ديالها غنقولها لكم. وعندنا من اللي كاين عندنا الهلاوي فوالا، في الهلاوي غيكون عندنا واحد الممر أرضي خوه هذا ديال 44، بقاو نعيطوا عليه ممر 44، بارك الله ما شاء الله. هنا إخواني أخواتي كما كتشوفوا غنتبعوا الفيديو من هذا البارتي من هنا، وكاين عندنا لا ماشين دو دريناج، وكاين عندنا هنايا النيبوس لا ماشين دو دريناج، بارك الله ما شاء الله. نيفلوس كتهضر من آلة من آلات الجرافات اللي كتسرح لنا الأرض، وهي إخواني أخواتي كتدوز لنا في المعهد، المعهد المتخصص في الطرقات والآلات، عندهم لا ميكانيك وعندهم واحد مجموعة ديال كاين الكومباكتور وكاين القروة اللي شفنا تما كاينه مع رشيد، وكاين واحد فيها واحد المجموعه ديال الماتيريال ما شاء الله. برج محمد السادس غتخرج لنا الطريق كما قلت لكم من هنايا نيشان، وجميع الاشغال ان شاء الله غادي تتابعوها وغادي تشوفوها بحول الله ورعايه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نكتفي بهذا القدر، دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مكان غير الله الوطن الملك ونمشيت.